لما يبقى دفاعك شوارع ووراه حارس مرمى هربانة منه، يبقى لازم تشوف اللي بيحصل مع مانشستر يونايتد. خط دفاع كارثي وحارس مرمى الكل اتكلم عن براعته في بناء الهجمة وانه راجل بيلعب برجله كويس، فضح اليونايتد امبارح قدام جلطة سراي. جلطة سراي اللي اول مرة منذ تأسيسه من 117 سنة بيكسب فريق انجليزي في الملاعب الانجليزية، يكون الضحية مين؟ مانشستر يونايتد على اولد ترافورد. 2-3 نتيجة اللقاء. مش كده وبس، ده الثلاث اهداف دول وصل حصيلة مانشستر يونايتد انه تلقى 18 هدف في 10 مباريات، ودي اسوأ اداء دفاعي في تاريخ مانشستر يونايتد من 57 سنة. وتخيل ان مانشستر يونايتد بعد ما كان بعبع في بطولة دوري الابطال اصبح متذيل الترتيب، واول مرة في تاريخه يخسر اول مباراتين في دوري الابطال في دور المجموعات. اداء كارثي بيعمله اليونايتد في الفترة الاخيرة مع تين هاج، وهنا بقى مش هقول لك تين هاج لوحده واللعيبة لوحدها وسمع ناس بتتكلم عن الادارة، ولكن فين شخصية النادي؟ الشخصية اللي لازم تكون موجودة في اللعيبة قبل المدرب، الشخصية والغيرة اللي لازم تكون موجودة عند 11 لعيب بيلعبوا مع احترام الكامل جلطة سراي وبيخسروا في اولد ترافورد. اداء كارثي الخط الدفاع وهبين لك كده. واتكلمت انا قبل كده عن ليندلوف وشوف خطأ الفادح في الاهداف، من ضمنهم الهدف الثالث، الراجل الكورة اتلعبت من وراه ورايح، ركز مع ليندلوف، بص مرتين على اللاين مان يشوفها اوفسايد او لا، رغم انه لو اخد السبرنت صح ومشي كان ممكن اشترك والتحم مع ايكاردي. النقطة التانية، ركز مع فاران، الراجل شكله بيتحمل على إصابة وبيلعب، ولسه عندك تغييرات وما تغيرش. بتخسر بأداء كارثي على مستوى خط الدفاع، ومش عايز أكلمك عن الهجوم لأن هويلاند قدم واحدة من أفضل مبارياته منذ انضمامه لمانشستر يونايتد، وخامة مبشرة وأخذ مان أوف ذا ماتش وراجل مسجل هدفين، هيعمل إيه أكتر من كده؟ مش عارف. راشفورد اللي أنا اتكلمت عنه ولغة الجسد في مباراة كريستال بالاس والاستسلام واليأس، كرة انفراد صريح يحطها مرتاح، فضل انه يضمن الكرة ويلعبها لبرونو فرنانديز، الراجل اللي بيمشي على سطر ويسيب سطر. وانا كواحد من مشجع اليونايتد اتكلمت عنه كتير ان هو ممكن يعطيلك توب فورم في مباراة والمباراة التانية ما تلاقوهوش، حتى على مستوى المباراة نفسها ممكن يأدي وقت جيد جدا وافضل لاعب في المباراة وبعد كده يختفي. نروح لكاسيميرو، واحد لما انتقل وعمل طفرة في اداء وسط ملعب نادي اليونايتد، النهاردة اونانا بيلبسه كده في طرد. وتخيل ان كاسيميرو مع مانشستر يونايتد منذ انتقاله اتطرد 3 مرات، وده اول طرد لكاسيميرو في دوري الابطال. مع ريال مدريد في دوري الابطال والبطولات المختلفة ما اخدش الاتنين طرد. هل شخصية كاسيميرو وانفعاله هو السبب، ولا اداء واللي الدوري الانجليزي بيفرض عليه التحامات في وضعية معينة هي السبب؟ اداء كارثي على مستوى خط الدفاع، ومش هكلمك على الاظهرة لان انا كده هبقى بظلم سفيان مرابط، راجل اتحط في مركز الظهير الايسر غصب عنه وهو لاعب وسط. دالوت ومشكلة الهدف الاول، يعني زاهة الكرة ما كانتش كورته، راح اتحرك صح التحم معاه واخدها، وكل ده وانا لسه واقف يتفرج. وهدف اول كان هدف تعادل لزاها ظهير ايمن. دالوت المفروض بقى، سمعك هتقول لي عند اليونايتد اصابات وفي نقص في بعض المراكز وكذا، بس في الاول والاخر ده سكواد مانشستر يونايتد مش ليدز يونايتد، يعني اي لاعب بيأدي ومستواه لازم يكون افضل حاجة، سواء بقى في خط الدفاع تقول لي ليساندرو مارتينيز غايب، لوك شو في الناحية الشمال غايب، انا ماليش فيه، انت راجل من فرق المقدمة، انت راجل من افضل فرق اوروبا، انت مانشستر يونايتد الشياطين الحمر اللي كان له صولات وجولات، انت فرقة لازم تفرض شخصيتها على ارض الملعب، انت ولا حاجة في مباراة امبارح، انت بتلعب باداء فردي لبعض اللاعبين، ومش عاوز اكون قاسي على بعض اللاعبين كمان في مانشستر يونايتد، ولكن لابد من وقفة. خلاص الجمهور شال ايده من الجلازرز، خلاص بقالنا سنتين الناس كلها عايزة الجلازرز يمشوا،
ومش هيمشوا. عروض أمريكية لامتلاك النادي، عروض قطرية، وفي الآخر تنهاج قاعد على قلوبكم غصب عنكم. ومش هطول عليك أكتر من كده، لأن أنت وأنا اتخنقنا من اليونايتد في الفترة الأخيرة. لعيبة لازم تفوق، مدرب لازم يعدل أوضاعه، خناقات، عناد مع سانشو، قبل كده شفنا موقفه مع كريستيانو رونالدو والناس بتاخد تينهاج بذنب كريستيانو رونالدو، وكلام كتير عن تينهاج. ولكن مدرب لوحده مش هيمشي، ولعيبة لوحدها مش هتمشي. لازم الموضوع أو المنظومة تكتمل ما بين الإدارة والجمهور، وبالمناسبة الجمهور كمان بيتحقق معاه، لأن في 1000 مشجع من جلطة سراي دخلوا الملعب بتذاكر المفروض ان هي كانت للمان يونايتد. خدوها ازاي ودخلوا ازاي؟ عشان ابين لك ان في كمية فساد موجودة محدش عارف هتقف على ايه. اخطاء بالجملة لأونانا الحارس اللي جه على اساس انه يكون بديل لدخية، وان هو راجل بيعرف يبني الهجمة من تحت، بيلعب برجليه كويس، ورطك النهاردة في كرة تعتبر كانت انفراد واتطرد فيها كاسيميرو، طلوعه في كرات عرضية أخطأ أكتر من مرة، مستوى مهزوز، وداخل فيه في 10 مباريات 18 هدف عمرها ما حصلت مع اليونايتد. قلب الدفاع سواء ليندلوف وفاران، فاران بيلعب وإحساسي الكبير عنده جزء من إصابة، واضح جدا في جريته وخطأه اللي بنشوفه ده. ليندلوف وعدم تركيزه في المباراة، تحس ان هو ما انتش عارف هو بيلعب ايه، اتضرب في اكتر من كرة والرياكشن بتاعه غريب جدا، سواء في الكرة اللي ركز فيها مع اللاين مان وما يكملش مع اللعيب. اداءات على مستوى كمان وسط الملعب، برونو فرنانديز اللي قلت لك بيطلع او بيلعب على سطر ويسيب سطر كاسيميرو، وبعد ما بدا موسم بعد ما انتقل لليونايتد كان بيأدي اداء عالي، بدا فيه يحصل تراجع في مستواه، حاجات غريبه بنشوفها في الفرقه مع راشفورد، وكل ده ولسه ما احناش عارفين هيوصل بينا اليونايتد على فين. بكده حلقتي تكون انتهت، وملخص سريع كده للي حصل مع مانشستر يونايتد وتزيله جدول ترتيب مجموعته في دوري ابطال اوروبا. يا ريت لو عجبك الفيديو تنزل بقى تشرفني بالاشتراك في القناة، تفعل زر الجرس، وحاول تشار الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.